خطاب سعيد وقراراته الجديدة حول إطلاق الحوار الوطني والاستفتاء على الدستور تمهيدا لتأسيس الجمهورية الجديدة اختلفت حولها آراء الشارع والأحزاب بين مساند ورافض. الداعمون لها يرون أنها خطوة عملية في إطار استكمال خارطة الطريق، أما رافضوها فيرونها انفرادا بالسلطة وخطرا على الدولة. نعتبر تصريحات السيد رئيس الجمهورية نقلة نوعية في مضمون الخطاب، لأنها نقلتنا من مجال الخطاب المجرد إلى مجال رزنامة الفعل التكتيكي الذي يحدث على الأرض والذي يفتح مجال فعلي لمشاورات ربما تؤسس لصياغة دستور جديد، ربما تؤسس لقراءة حول استحقاقات المرحلة المقبلة التي تتعلق ب 25 جويلية. سيكون ردنا مزلزلا وإن شاء الله 15 مايو 2022 الكلنا نكون أمام قصر قرطاج. رسائل بالجملة وجهها سعيد إلى الداخل والخارج قامت على مفاهيم سياسية ثلاث: تونس تخوض حرب استنزاف فلا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض، وتصحيح المسار يقتضي إقصاء كل من شارك في منظومة الإخوان وأضر بمقدرات الشعب التونسي وفق المراقبين. يبدو أن هناك إنهاء للجدل أو ربما إجهازا على الجدل بشأن إمكانية أن يتفاوض الرئيس مع خصومه السياسيين من المنظومة القديمة. الأمر أصبح واضحا الآن، تونس تتجه كما قال إلى جمهورية جديدة ربما بمفردات جديدة وبمرجعية جديدة وبدستور جديد، وهذا بالتأكيد. إذن الأمر أصبح من الماضي، حركة النهضة وتوابعها اليوم هم خارج الاهتمامات السياسية لقصر قرطاج. خطوة سعيد عدت تحولا من البعد النظري إلى البعد العملي عبر تشريك المنظمات الوطنية والأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو قبل الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي. رغم تباين مواقف التونسيين على مختلف انتماءاتهم من قرار الاستفتاء على الدستور والإعداد لتركيز الجمهورية الثالثة، إلا أن هناك شبه إجماع على ضرورة الخروج من الأزمة الراهنة والقطع مع ما خلفته منظومة الإخوان تيلة العشرية الماضية. وليد عبد الله، العربية، تونس.